السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله الخوت اليوم اليوم الثلاثاء باذن الله، اليوم الثلاث بالنسبة للشهر يكون 17، اليوم 18، اليوم 3/18/4/2023 باذن الله. اليوم 3 راه لي كونفويور ما في اكادير، يمكن من الله اعلم ديك النواحي، والله الله يكمل بالخير هذا ما كان، والله يديهم ويجيبهم على خير ان شاء الله على المطلق ديال غدا ان شاء الله ديال اكلو. غادي نشارك معكم بعض الفيديوهات هنا الموالي اللي باقي لي، يعني ما عارفينش شنو كيديروا تماك، وهذه غنشارك معكم بعض الفيديوهات ديال اكل الحمام والشراب ديال الحمام ان شاء الله تماك في ديك النواحي ان شاء الله، ونتمنوا الخير هذا ما كان، والله يرحم الوالدين. هذا الخوت اول شنيبير كيتعزل، هذا ولد دوك البرتغال اللي صيفط لي الاخ عبد الرحيم، هما هذا خو 08 و09، دوك الشنيبرات هو دفليت هو بحالهم. هذا اول شامبور داير ليه باق 2023، باق احمر 2023، باق احمر. هذا اول شامبور كيتعزل ديال هذا الموسم، هذا شنيبير، ها هو شنيبير. وهذا سبحان الله العظيم هذا الدم، هذا نولعكم حتى في والديه ان شاء الله، نولعكم في والديه. هادو كيف قلنا الدم ما كيتلفش، لان الا كنتو عقلتو على 08 و09 كنا خرجناهم كبار وطار واحد طاح عند الجيران ولا زلق ولا ما شنو مشى طار، وهذا ودار في الاخر هو يرجع خو كذلك ومثال، يعني ما كيتلفوش تبارك الله، هادو ما كيتلفوش هاد الوليدات هادو. هذا اول شربوق الموسم 2023 هو هذا، حنا غادي نطلقوه الخوت ان شاء الله في الارضيه. اول شربوق هو هذا ديال 2023 ولله الحمد. انا نولعكم في والدي الخوت. بالنسبه للوالدين ديال هذاك الشنبور ديال 08/09، هي هذه البدعيه، هذه البدعيه هي هذه الام ديالهم، هذه الام ديال هذا الشنبير اللي عزلنا، هذه برتغاليه 2019 جني وحل اخر الضهير قزيبه كي غدا تبارك الله. بالنسبه للباك ديالها هو هذا الخوت، واخا غادي يبان مقلوب انا نقلب الشاشه باش يبان مزيان. كيف قلنا الخوت هذا هو الباك ديالها 92,052,072. شتي القرايه كي دايره 92,052,729. شتي القرايه 2019 هي بورتغال هنا بالباك مانيتيك ديالها الخوت، هنا بالباك مانيتيك ديالها. ما علينا، هادي هي نتيوا، هي هادي نتيوا غزالة، نتيوا غزالة الخوت، هي هادي دوري نضرب لك شي تصويرة. غنوريكم الأب من ناحية الذكر عاجبني على النتوى، أنا الذكر هو هذا تبارك الله. بورتغال تا هو بورتغال، هادو هما اللي جاب لي الاخ عبد الرحيم من اسبانيا، وهذا 100%، هذا 100% ديال الديربي، 100% ديال الديربي ديال البرتغال. هذا هو الدكار، شوفوا الجناح ديالو تبارك الله كي دايرين، شوفوا الجناح ديالو الخوت كي دايرين، ها بلاتي شوفوا الجناح كي داير تبارك الله، عنده واحد الجناح ديال المسافه، انا كنقول الله اعلم ذكر فيه المسافه. انتو شوفوا الجناح، شوفوا السيوفه كي غاديين بحال الجنويه بحال السيف، شتيهم رقاق الخوت، شوف السيوفه رقاق، وما بين السيف والسيف كاين داك الديكالاج تبارك الله، يعني هذا انا كنقول الله اعلم ديال المسافه، والله اعلم. شوف الجناح، شوف تبارك الله قداش داير الجناح ديالو بحال الذكر ديال بوشعره، جي حيت عنده ديال المسافه هذا الذكر، هذا ماشي ديال الدومي فون، هذا ذكر، هذا وتال من ناحيه لاطاي ديالو ملي كتشد الذكر الاخوان ملي كتشدو كتحس به مجموع، وكيف قلنا وتبارك الله الديل ديالو قزيبه، غدا ستيلو. ها انتم، ها
شو الدار ديالها واحد الدبانه شوها هادي غادي نعذبها حيت بانت في الشاشه بغات تشوهني معاكم الدبانه هادي الله الا بغات تشوهني تقول لك زعما فلان راه ما منقيش حمامه هادي غادي ندير ليها العذاب الاليم لان اي حاجه ضراتكم هادي كتمس ها انت الاعدام شنقا صافي درت لها الاعدام درت لها الاعدام ماشي مشكل رمضان هذا عدم كيف قلنا شوفوا الخوت الدار شو الدار تبارك الله الدكار كي داير عنده ظهر عنده واعر ها نتوما وماء القزيبه بالنسبه لواحد الاخ وراني شي حمام البارح قلت ليه ما نكذبوش على الله راه ما عجبنيش داك الحمام شوف اخويا العزيز الحمام ملي كتشدها شوف كي كيكون الظهر ديالها تيكون عريض من هنايا من هنايا شتو هنا فين كندير بصبعي تيكون عريض وغادي وكيرقاق شتي الظهر كي داير هذا هو الظهر ديال الحمامه اللي في المستوى الرفيع فهمتيني بغيت نضرب التصويره ولاني ما فهمتش كيفاش غندير ليها هذا كيعلق ليا فهمتوني الخوت ها نتوما شوف تبارك الله ها شوفوا الدار كي داير ها هذا هو الدار هذا هو هي ديال المواصفات ديال الحمامه غزاله ومن التحت ها نتوما الحمامه ديما كتبان لك من التحت هنا البريشي ما باينش تبارك الله والله العظيم ما باين انا حلفت بالله احنا صايمين والله ما باين يعني كتبان لك بحال الحمامه هنا بحال لا كونتر بلاكيه بحال مربع متفقين هنا ما كاينش ديك هاكا هي داك المغرف ما كاينش حاس بتاتا وشو تبارك الله الذكر ها نتوما ها شو العظم كي داخل الخوت تبارك الله شوف العظم كي داخل قولوا اللهم بارك العظم كي داخل بالنسبه للباك ديالو الخوت هو هذا حتى هو بورتغال السيري ديالو الخوت هذا حتى هو 92000 و 25000 صفر 81 9225 صفر 81 ها انتوما بورتغال 2019 بورتغال 2019 ولله الحمد هذا ذكر في المستوى الرفيع كاع صافي حنا غنولعوكم ان شاء الله في الحمام نولعوكم ان شاء الله هذا خصني نضربوا العيونيه ديالي باذن الله هذا البوك خصني نضربوا العيونيه ديالي خصني ضروري نضربوا العيونيه ديالي ان شاء الله يلا والله يرحم لكم الوالدين الخوت في هذه العواشر وعيدكم مبارك سعيد راه مابقى لي والو نهار السبت هي على ما يقال كاين العيد والخوت بالنسبه لهذا الذكر هذا راه للبيع اللي بغاه هذا الذكر ديال البطل مروان القايدي اللي في القصر الكبير هو هذا ذكر هذا راه للبيع راه يمكن عندي الورقه ديالو البي ديغري ديالو يمكن عندي فيه باك 2020 اف سي جي سي 2020 ها السيري ديالو 37 840 37 840 ها الذكر اللي بغاه مرحبا نقص عليا شويه يلا والله ما يسير نتمنوا الخير دابا ان شاء الله الخوت شنو كندير خويت الماء في السطح هنا عندك الكولوار وعندك التسطيح هذا خويت فيه الماء دابا حتى اليوم عاوتاني غادي نفطر في الخدمه ان شاء الله راه الخدمه فطرت فيها نهار الحد فطرت نهار الحد في الخدمه وفطرت نهار الاثنين في الخدمه اللي هو البارح واليوم الثلاث غادي نفطر مع العلم حنا كنديروا نهار نهار لا اليوم الثلاث غادي نفطر عاود في الخدمه هي 3 ايام مرادفه وغدا الاربعاء عاد غادي نفطر في الدار ان شاء الله دابا الخوت هادي 3 و42 ها هي 18 3 و42 واخا تبان لكم مقلوبه ها هي ال 15 و42 دقيقه راه هي 18 شهر 3 يلا والله يرحم الوالدين الاخوان كاملين ونتمنوا الخير هذا ما كان غير نوي الخير ما عرفتيش ربي كيفاش غادي يجيبها الخوت لان راه ماشي تسناو واحد يبغي الخير يبغي ديك الساعه لا فهمتيني ما غير نوي الخير واخا ما كاينش الخير نوي الخير ان شاء الله كاين الخير القدام فهمتوني الخوت كاين الخير القدام ونولعكم في واحد الشنابيره الخوت تبارك الله قداش ولا الله مبارك هذا ديال الاخ عمر نولعكم في الشنابير شوفوا تبارك الله والله العظيم راه الله كيشهد عليا الا مهلي في هاد الشنيبرات هادو ديال الاخ عمر والله الا مهلي فيهم شوف تبارك الله شوف الوليد كي داير غزال 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 اللهم بارك ها نتوما هذا ديال الاخ عمر من الدار البيضاء
شنو بالك يدير؟ بدعي واحد الكولور فيه طوبي محروق، واحد الكولور فيه هادو اول شنيبرات باقيت ب 2023 البيغان ديال الاتحاد. وتبارك الله الصحه ديالو، اللهم ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. كيف قلتنا شوفوا الصحه ديالو الخوت، الصحه ديالو في الدبانه ما كاينش المشكل. شوفوا الشنيبر كيدير غزال 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 تبارك الله، يلا الله يسخر ليه فيه. هذا ما كان انتما الله يسخر لي فيه. يلا السلام عليكم. يلا الخوت نخليكم ان شاء الله، غادي نولعكم من بعد هذا الفيديو، غادي نولعكم بعض الفيديوهات دابا ان شاء الله. غادي نولعكم الخوت في بعض الفيديوهات ديال التوكال ديال الحمام، اللي هي واش والله ما عرفت انا فين واصلين، واش اكادير ولا يكونوا خرجوا على اكادير على ما اظن الله اعلم، راهم وكلوهم. وتحيه لكم فايو كاع اللي مشاو، خويا فيصل بن ماسي، واحد اخويا سعد، سمعت شي سميه سعد، سمعت شي واحد سميتو سعد، كاع لي كونفويور اللي مشاو لهذا المطلق ديال اكلو والشيافر كاملين، الله يديهم ويجيبهم على خير لوليداتهم باذن الله. هذا ما كانوا نتمنوا الخير. راه الجو واخا كيقولوا لك الجو مزيان، على ما اظن والله اعلم الجو راه ناقص اليوم، راه الريح كونتر الحمام. كنتي كنشوف الرايه ديال المرجان اليوم، الريح راه كونتر الحمام. شجنا راه خوينا نولعوكم كيف قلنا من بعد هذا الفيديو هذا، غادي نولعوكم بعض الفيديوهات. يلا خليكم معنا وانا غنرجع لكم. تولعوا في هذه الفيديوهات. هذا كنهضر بالناس، اغلبيه الناس ديال اوروبا والدول العربيه، الجاليه المغربيه المقيمه في الدول الاوروبيه والدول الخليجيه، لانهم ما كيوصلوهمش هاد الفيديوهات يتولعوا صافي. اما احنا في المغرب هنا كيوصلونا في الواتساب، وهذا راه كيوصلونا، وحتى الناس ديال هنا تحياتي لهم. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي لجميع الاخوه المشاركين في هذا العرس الرياضي سباق اكلو تنظيم اتحاد السلاوي واتحاد الغرب. الحمد لله الان دابا عمليه سقي الحمام ساعة تشير إلى 9:30، إخوان تبارك الله تقوموا بمجهود كبير، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله دابا تعطيو الروبا، يعني دابا الساعة تشير إلى 12:30. الأخ فيصل
من هنا، والاخ سعد تاهو من ليه، يعني باش كل صندوق ياخذ العبار ديالو. والله ما يسير. كذلك ومثال الاخوان تاهما. شبعاني الماء، هذه الشربة الثانية اللي من وراء الماكلة. اللهم يسير ولا تعسر. شفتوا الخوت، هادو هما الفيديوهات هادو ديال الطلقه ديالنا ديال توكاد الحمام. هادو هما الحميمات الخوت كيف قلنا اللي بقاو هنا، 10 الحمامات كل وحده غادي نعطيها لكم على حده. هذا الى لاحظتوا هذا الذكر، اول ذكر كان جاني مهرس من جوج رجلين، هذا كان مقرودين لي رجليه بجوج، وانما العصبه ما مقطعاش، اللحمه ما مقطعاش، تجبر هو واقف عليه رجليه تبارك الله. هاد النتوى الخوت كل حمامه على حده. هاد النتوى الخوت راه كانت مشات ليا في المطلق الثاني اللي هو جديده، في المطلق الثاني هو جديده، حيدوا ليها الباك مانيتيك وصيفطوها حفيانه. هذا هاد الشنيبر هذا 09 هو هذا 09، هاد الشنيبر اللي نعسنا يلا عزلتو اليوم خوه تا هو دفلي، ولاد داك الدفلي اللي قلنا ديال المسافه وديك البدعيه هو هذا. نبداو بهنا، هذه البدعيه فيها البيضاء عليها ما صيفتهاش، اللي كاينه نقولها لكم ما صيفتهاش. هذا الذكر هذا الذكر هذه فيها هذه البدعيه، هذه البدعيه هذه ما صيفتهاش فيها البيضاء. وبالنسبه لهذا الذكر هذا هو اللي السيوفه ديالو مقرودين، عنده 4 ديال السيوفه مقرودين، مبغيش نتعدى عليه. وبالنسبه لهذا هو الذكر الثاني اللي جاني مهرس، هذا الذكر الثاني اللي جاني مهرس. الشاشه مضبه دابا مزيان، الذكر حيت درت صبعي وش دابا التليفون ما عرف شنو يصور، واش يصور صبعي ولا يصور الحمام. هذاك الذكر اللي قلنا الفوقاني راه مهرس وفيه الفاريول ما صيفطناش. بالنسبه لهذا اللي فوق التقليزه، هذا شنبور كان مشى ليا في شي مطلق وجاني بالعز ديالو بالباك مانيتيك ديالو، وجا مغيس وجا مهلوك الحمد لله. هذا كان في شي عروبيه تالف مزيان. وبالنسبه لهذا هذا صافي جا في العروبيه. وبالنسبه لهذا هذا ولد الهولندي، هذا هو اللي كنت باغي نصيفط للعيون الخوت اللي كنت كنلعب مع نادي عاصمه الانوار، وتحيه لكاع المكونات نادي عاصمه الانوار من لوفت دار السلام الى اخر عنصر. هذا اللي كنت غادي نصيفط معاه لان الذكر ما كانش كيبغي يهبط ليا، كيجي تبارك الله صحيح وتيدور بزاف، راه دفلي منقط في راسو تقريبا، ما نقولوش خارج لباه وانما منقط في راسو حيت باه بدعي. ما علينا، هذا هو الذكر اللي جاني مهرس هو من رجل وحده، راه جبرنا راه ولا كيتمشى ولله الحمد. بالنسبه لهنايا ما نكذبوش على الله، ديك النتوى الطوبيه هي ديك الحنينه اللي كانت كتجي عندي، راه فيها الفاريول في واحد العين، وقلبتها في صحتها لقيتها ضعيفه ما بغيتش نصيفطها. وبالنسبه لهذا الذكر الخوت، هذا هو اللي كان مشى ليا فواحد لونطرينمون ورجع ليا بالطرطاقه ديالو، مشى ليا غير في طرطاقه، يعني ما صيفطتوش بالباك مانيتيك، صيفطتو غير بالطرطاقه ديال لونطرينمون ورجع. دابا راه خوتو لعابين لعابه مو، عقلوا على هذا الذكر. لا ماشي مو يا ربي، خوتو ختو كبيره راه ديكلاريت بها جوج مطالق، ولعابين جوج خوتو ذكوره، يعني ثلاثه الحمامات اللي لعابين خوت، هذا طوابه منقطين. يلا الخوت نتمنوا الخير والتيسير الحمد لله. دابا راه الباب مازال كيتعيس كيف قلنا، الخوت راه كم خوينا هنايا الماء كيف شفتوا، خوينا هنا الماء ومازال غادي نسيقوا باذن الله الا بغى الله. خوت تحياتي لكم وتحيه الخوت والحباب في ارض الوطن وخارج الوطن، كاع الناس اللي كيبغيونا الله يرحم لهم الوالدين، ونتمنوا غدا يكون الخير باذن الله. غدا الخوت انتظرونا في دخول الحمام ان شاء الله حتى العشيه،
انتظرونا في دخول الحمام من المطلق ديال اغلو اللي كيعطي 550 كيلومتر. هذا هو المطلق ديال الفرجه وديال المتعه بحال هذا المنطلق. هذا ماشي الفيتاس، راه كيجي الحمام مجموع كيف قلنا، كيجي الحمام نقدروا نقولوا كيجي كيبقى يتصاف فهمتيني، يعني كتهبط حمامه يجي الثانيه ها الثالثه هما ثلاثه مجموعين الطقمق اللقلق. هذا المطلق ديال 550 كيلومتر كتكون مفاجاه، بحال مثلا كتسمع الديكلاراسيون، الله يستر ما بغيتش انا توقع ليا، كتسمع الديكلاراسيون اول اعلان بنادم ديكلارا وانت كتقول فينا هو حمامي، كيطلع لك الدم ما دام حنا صيفطنا الحمام والا باغي نديكلاري، وكذب عليك كذاب. كاين شي واحد كيبغي يبرد عاد عاد جلول، تيبغي يبرد على راسي تيقول لك عدتني هانيه حتى نتايا، ماشي مشكل، لا راه مشكل صيفط الحمام باغي نديكلاري، غيبقى فيا انا كنتقلق الخوت، وما نكذبوش على الله، الا صيفط الحمام وديكلارا بنادم كنتقلق، وما نكذبوش على الله، حنا كنهضر انا في الواقع، بعض الخطرات كتلقى شي واحد ديكلارا وما عندوش علاقه بالحمام، كتلقى دري صغير وحمامو ديرو في الصندوق وما كاين لا برودويات ما كاين حتى شي حاجه، يعني ما مهلي في حمام والو كتلقاه ديكلارا، وتتقول مع نفسك كتقول فلان ديكلارا وانا ما ديكلاريش، ماشي الحسد وهي العند كتعاند، حيت كيقول لك عاند وما تحسدش. يلا خوت الله يرحم لكم الوالدين كاملين، ونتمناو الخير والتيسير، ودعيو معنا غدا، وغدا ان شاء الله ننتظرونا في فيديو اخر. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يرحم لكم الوالدين كاملين، وعيدكم مبارك سعيد. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.